طبعا عندنا مكاين الفندق ماشين منتشره في اكسبو في كل مكان، والماي الاكوافينا بالكان، والحلو هني في التكنولوجيا ممكن تستخدم الكريدت كارد. فخلنا نجرب وياكم هالمره قبل ما نروح نسوي البروسس. لو تشوفون عندنا الماي، لو شفتوا لو تضغطوا على هذا البتن لو شفتوا يطلع مثل شيء، اذا طلع مكتوب اوت ستوك ممكن تستخدم بتن ثاني. الحين خلينا نجرب ناخذ المنتج. صراحه انا هالتكنولوجيا جدا عجيبه وعجبتني، خلينا نجرب وياكم. مثلا اخترت استخدم الاي دي، لازم تضوي كله تطلع وياك 3 ثواني والمنتج يطلع معك. شوفوا تقريبا 3 لـ4 ثواني المنتج طلع معك، وهذا التكنولوجيا صراحة ساعدت وايد ناس اللي ما عنده كوينز، والتكنولوجيا هذه من دبي ريفرشمنت. شكرا.